من واجبنا شعبي العزيز. إن نحن لاقينا الإسبان هناك أن نصافحهم ونقول لهم خرجوا خليونا محلنا غادي نتبوردو في الدوحة إن شاء الله، وراح بدينا كنتبوردو البارودة الأولى خرجات ركابة تبع غير ديك ديك الغوطه اللي كيغوتو تبوريشه ولبس حتى انا كاسكيت ولبس الرايه كاين لنا التعاون وكنفرق العرب كلهم وا سي هيستوريك هذا فاتا فوز تاريخي اوني كرويي با ولكن فريمون فاجئونا زعما اون افي كو البلاتيه تاع واحد الستريس الركراكي وليدات حتى مرقبه خلفات افرحنا الشعب المغربي هادشي اللي كان كاين منا المغرب بان المغرب غير يتفرقع اليوم تتبع قناه صوت العداله. اهلا وسهلا بكم، اليوم نخصص هذا العدد لوليد الركراكي، ليس ركراكي الاصل لكن غوارديولا المغرب، فخر المغاربه والعرب، كتب التاريخ بحروف من ذهب، لقبوها المغاربه بعده القاب وعلى رأسهم رأس الأفوكادو. لأول مرة بالمغرب يظهر وزير السعادة عن حزب العائلة، قانونه الأساسي دير النية، واختار لمسيرته الانتخابية شعار سي أول مدرب عربي يصل إلى دور ربع نهائي كأس العالم، وأول مدرب إفريقي يصل إلى هذا الدور في تاريخ كأس العالم. انتشرت الأفراح وسمعت الزغاريد وغنيت الأناشيد بعد فوز المنتخب الوطني، فرحة ملك وشعب في احتفال تاريخي وفرحة الأولى من نوعها. خلقوا واحد الفرحه في قلوب المغاربه كاملين اللي كانوا كيتسناو هذه الفرحه هذه، والحمد لله مع المنتخب جات الشتاء، مع المنتخب جاي الخير، ونطلبوا ان ربي يزيد يوفقهم في هذه المباراه الجايه مع البرتغال ونزيدوا نفرحوا اكثر حنا ووليداتنا. كانت شي حاجه واو فرحونا وكنفتخروا بهم، وشكرا شكرا 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 والله لا كنشكرهم على هذا المجهود هذا وعلى الفرحه هذه اللي هداوا علينا. ولكن اللي نقول لكم بالدارجه انا ما تندويش بالعربيه، راه حنا حولناها لستاد دونور. حرص جلاله الملك محمد السادس نصره الله والعائله الملكيه على الخروج الى الشارع لمشاركه فرحه تاهل اسود الاطلس مع الشعب المغربي. نجم المنتخب المغربي وصانع المعجزات هو المدرب الاكثر اثاره للجدل بتصريحاته، واينما حل يصنع الحدث بلكنته المغربيه الممزوجة بالفرنسية. أداء 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 هو الأداء هي الأداء سميا كاف أداء ماشي عارفو ني الفوتبول اليوم سي ليفيكاسيتي. دابا حنا اللي تفينا الضو خدامين تفريدة، حنا فين غنمشيو ما نعرف بالحق بعدا أفرحنا الشعب المغربي. أتى وليد الركراكي إلى تدريب الأصول على بعد 3 أشهر من انطلاق المونديال، وبالتالي كانت مهمة صعبة تنتظره لتحقيق إنجاز طالما تمناه المغاربة. مع ذلك نجح في تحقيق فوز تاريخي على إسبانيا وتأهل أول مرة في تاريخ المغرب لربع نهائي كأس العالم.